أين تفر من الله تبارك وتعالى الذي يسمع ويرى، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما توسوس به نفسك حتى لم تتكلم به لكن توسوس به نفسك، يأتي في خطراتك، يعلمه الله تبارك وتعالى. فعندما تستشعر مثل هذا تكن ممن يعبدون الله تبارك وتعالى حق العبادة، تعبده على بصيرة، تخاف منه سبحانه وتعالى. عندما تقرأ في قول الله تبارك وتعالى يومئذ تحدث أخبارها، الأرض هذه التي أنت عليها تخبر بما عمل العاملون على ظهرها، أين تفر من الله؟ بل أين تفر من جلدك؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا كانت هذه الأعضاء التي تريد أن تمتعها أنت بالحرام تشهد عليك يوم القيامة،